أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: صاحب محل تجاري وضع جائزة هي سيارة، وكل من يأتي لهذا المحل خلال مدة معينة يحصل على رقم، فإذا انتهت المدة يسحب رقما من هذه الأرقام، والذي يخرج رقمه يحصل على السيارة، فهل هذا الفعل مشروع؟ هذا قمار، هذا ميسر، هذه مراهنات باطلة يقصد بها جلب الزبائن وتسابقهم ودفع الدراهم لهذا المحل وشراء الحاجات من هذا المحل حتى لعله يحصل على هذه الجائزة. والسيارة ما هي من أموالهم، أخذينها من أموال الناس المتسابقين، لأنهم يحصلون على دراهم كثيرة من المتسابقين فيأخذون بعضها ويجعلونه في سيارة والباقي يقتسمونه. هذا كله باطل، وهذا من القمار الباطل ولا يجوز، وإن عمل به كثير من المحلات اللي يجيبون سيارة ويحطونه على مدرج ولا على شيء مرتفع حباله للناس، هذه حباله حبلونه للناس، هذا من الباطل ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم.